Bon, actuellement, qu'est-ce qui se passe? On a fait la révolution. Ouais. Des journées ont passé. Ben Ali est Ouais. parti. On a un nouveau gouvernement. Les gens sont dans le Qasba. Oui. Ou bien, qu'est-ce qui se passe exactement? Ce qui se passe, c'est un vol, le vol de la révolution. اليوم بالنسبة لي فما باندية أخرى، لأنه يعني نظام بن علي عندي أنا باندي، ما كانش فما نظام، كانت فما مافيا. اليوم فما مافيا أخرى فيها لا كونتينيتي وفيها جدد، يحبوا يحوفوا يسرقوا الثورة، يسرقوا جماعة اللي جاوا من القصبة، يسرقوا الناس اللي ماتت، يسرقوا الناس اللي ماتت في الشوارع وتعيط بشعارات، يسرقوهم تو سامبلومون بكلام جديد، لكن المفعول هو نفسه باعتبار انه اول درس، اول درس الحكومه اللي جات توا اللي نصبت روحها فشلت فيه، مش تعين ولاد كان بامكانها ان اللجان والجهات تختار وليها، حطت لهم 19 دستور 19 تجمعي، ونجم نعطيك حتى القائمه بتاعهم في الفيسبوك معبيه والناس كل تعرف اللي شكون هما الناس هذوما. في اول امتحان مش تفشل، في اول امتحان تظهر حقيقتها الحكومه، خاطر بالنسبه لي فاشله من نهار اللي طلعت، باعتبارها نصبت نفسها وما نصب احد واعطت روحها حق. الوحيد اللي ما عندهمش حق بشيء يقعدوا في السلطه هم السلطه هذه. علاش شدوا فيها السلطه؟ ايوه، على اول بيانهم قطع طرق سراق يسرقوا ويسطوا على كل عمل، هما كانوا مقلقين من بن علي، راهو ما بيناتنا حتى التجمعين كانوا متقلقين من علي، ما صدقوا ربي ان جماعه الريف معناها جماعه الثوره من الثوره خلصوهم من بن علي، عوض انهم ياخذوها هما السلطه فكوها لهم، لانهم ارتاحوا حتى هما من بن علي زاد، اما قالوا فصل فهمت معناها، بحيث انا ما عنديش ثقه اطلاقا في الناس هذوما، هما ناس سرقوا ويسرقون الثوره، وادعو الثوار الحقيقيين انهم يتشكلوا حالا في جبهه معاديه وفي جبهه تناضل من اجل حمايه الثوره هذه. والجبهه هذه لازم تكون جبهه وطنيه باش يوقفوا الالاعيب هذه والحيف هذا، لان تونس خد بالك اذا ما تنجحش في تونس مش عندها انعكاسات على العرب الكل وعلى العالم، اذا تنجح مش كون عندها انعكاسات عندك ايجابيه. عندك وجه اسماء تجم تراهم؟ الناس راهي ما تعرفش، ما تعرفش لا سيدي. الثوره في تونس ظهرت اللي عندها برشا اسماء، برشا قيادات في الجهات، وان شاء الله في قريب العاجل تو كي تظهر اللجنه الجبهه هذه تو تشوف قيادات حقيقيه الفعليه اللي ما عندها كان تونس قدامها، ما عندهاش كراسي، ما تجيش بجوره الكرسي لانها ضحات من اجل تونس، ما ضحاتش من اجل الكرسي، لما ناس اخرين استغلوا تضحيه الثوره من اجل الكراسي. اول نهار قريب قريب ان شاء الله تو تظهر اللجنه الجبهه هذه ندعو لها ومن كل الجهات، وهم لانهم هم اصحاب الثوره وهم القياده الثوره وهم يلزموا يشكلوا الحكومه. اسكو كونكريتمون بارابور اسكو وديت كي تري امبورتون، اسكو كونكريتمون ثم تحركات في الاتجاه هذايا؟ شيء طبيعي، شيء طبيعي. نهار الاحد ان شاء الله بسلامه ربي، نهار الاحد الجاي هذا في سيدي وجيب مشاقة اجتماع لعديد من اللجان الجهويه والمحليه من اجل الغرض هذا تكوين الجبهه هذه باش يشدوا بلادهم بيدهم، ما يعطيو ثقه في حتى واحد، وما ثم حتى واحد اعطى ثقه اعطى اختار الناس اللي يحكموا فينا. لا ماهوش ورده، هي الحكم ماهوش ورده. احنا نطلبوا، انا شخصيا نطلب ان يكون فم مجلس تاسيسي يعمل دستور حالا ويختار هو الحكومه بتاع تصنيف الاعمال، والدستور هذاك يسن قوانين ويعمل انتخابات ويعمل لنا برلمان واللي يعمل اللي يحبوه، اما الحاكم هذه الحكومه هذه ما هيش مؤهله اطلاقا باش تعمل اي شيء للبلاد هذه. باهي بالطريقه هذه فما برشا ناس خايفه انها تخسر برشا وقت، والوقت مهم ياسر اقتصادي. والله خسرنا 60 سنه وما عملنا شيء من هاويه لهاويه، واللي في الحكم توا عندهم 60 سنه هم اللي حكم. بعد 60 سنه ومازلنا عندنا فيهم امل فاش قال؟ واحنا خسرنا 60 سنه كي نخسروا 6 اشهر سي با غراف. يسموه لو انديزيام اكثر من اقل من هذا، يعني ما يسمى شيء. اور في 6 اشهر هذوما هو البناء، مو جايبيني ولات قال شو قال باش نعملوا شويه تنميه، تنميه شكون؟ فما تنميه في 6 اشهر هي كما قال بن علي خدمه 300,000، حتى الامريكان ولا يضحكوا عليه قالوا احنا عندنا ازمه بتاع لازم تبيطال، قولي لي شو هالسحر هذا كيفاش تخدم 300,000؟ هو في بالهم تو في 6 اشهر مش عملوا تنميه في البلاد، ماهيش مرحله التنميه هذه.
هذه مرحلة سياسية، هو لبناء ولفسخ ماضي كامل وبناء مستقبل جديد، بناء دولة حديثة، بناء دولة ديمقراطية بالمجد. واش بتاع دراوش؟ باهي الدولة الديمقراطية اللي تحب تبناها فيها الأطياف كل كل من يؤمن بالديمقراطية، مش كل من يسطو، السطو هذا ماهوش ديمقراطي راهو، هو ديكتاتوري. كل من يسطو على أي شيء، على نضال، على رزق، على عقل، على كلمة، هو ديكتاتوري، وبالتالي ما عندوش الحق باش يعطينا دروس. نو بريتو لا، آخر واحد يعطينا دروس. بالعكس، الناس يضحات من أجل الديمقراطية، والناس يضحات من وتنادي الدستور يا سيدي عنده 60 عام. انهب، سرق، قتل، أجرم وليد عمره 14 عام في قرقنة. قتلوه البوليسية، تعرف علاش؟ قتلوه لأن المواطنين حبوا يشدوا المعتمد اللي هو عمل شطح باطح في قرقنة. حبوا يتنفسوا، كانوا نحبوا نشدوه نحطوا له المنوط وندوروه، والله ما نمسوه، ما نعملوا حتى شيء، ندوروه في قرقنة. قتلوا، جبدوا البوليسية وموجود تصاور وموجود اسميهم، وجاب ربي المحامين في صفاقس قاموا بالعملية، قبضوا معنا شكاو، وكل جمهورية آذن بالقبض على رئيس المركز، وتوا موجود فما بحث. يقتلوا وليد 14 سنة مقابل معتمد فاسق، حبوا يشدوه باش يتشافوه فيه شوي، باش يتفرهدوا شوي. باقي حتى هو رغم اللي عمله وباقي يدافعوا عليه ويقتلوا من أجله وليد صغير. شوف معناها العقل هذه كيفاش تبقى ليه، خليه يحكم فيها مازال مرة. انت هاو بالطريقة هذه ما فماش ريفوليسيون، ما تغير حتى شيء. كان تحكي هيك مازال ساخذك سرقة، فما ناهب عملية سطو سطو سطو، فما صعبة وقعد جماعة هاجم عليها باش تسطوها وتفكها. لكن لا، أنا عندي أمل، عندي أمل كبير ياسر. الناس اللي سقطت من علي طاغية بتاع الناس هذوما عارفوا، عارف الناس اللي هما شادين السلطة ما يكيدهمش الصنعة، الصنعة أسهل من عارفه.